call me a god. نروح نستكشف قبل أن نستفيد من الفاست ترافل في أي لحظة وفي أي وقت. طبعاً إذا كنت ما متابع القناة ولا لك تضغط زر المتابعة، وإن شاء الله هذه القناة راح تكون خاصة في الفترة القادمة على الأقل مدة سنة بلعبة سكال أند بونز. ما المفروض انكم تهجم عليهم، بس ما اعرف شفتهم هم بدأوا، اتوقع انهم قراصنة. اتوقع انهم قراصنة، ما هذا الحمرين بعدني ما فهمت وش موضوعهم في الحياة. هذا فاست بابل كأننا مر كأننا أسد كأننا ننزل نشوف، عسى تاجر يشتري من عندنا الأرض. دوريان نأخذ السلغ. سلام كابتن. وعليكم السلام. May it help your battles. Yes. A good trick. Need our wares, captain. البحر. و أول شيء أخلص المشن، لأنه القرصان هذا الوونتد أو الباونتي هانت ما أتوقع أنه بيهجم إذا ما هجمنا عليه، لكن المشن بتهجم عليه مباشرة، هذا التوقع يعني. We shall pack their heads into their trunks and send the DMC a message they will not soon forget. من اللي أغرقه؟ Start the ship, everyone! Fire! We found the pickers. Let us prepare their heads for our gifts. What they did to the Sultana. That is it!
كيف يكون دامج. صراحة كيف بخلص هذه لأنه ما نقص منهم شيء. بس مقارنة مع وجود يعني المخرج من هنا بس هذا ما بيتبعني. عشا كم؟ واحدة ثنتين ثلاث أربع وذيك خامسة. لا والله مستحيلة مستحيلة. نرجع لكم وقت ما نكون أقوى من كذا. بس الحين إلى الهروب. أصوات الأشرعة تحسها بعض الأحيان كأنها أصوات ما سويت لك شيء والله. ما انا ليش ليش صار هذا السفن؟ هذا عند الرئيسة اللي محتاجينها عشان الأسلحة. أدري ما في فايدة ولا حاجة هذا الوقت. هنا بعد انه هذا عندهم الرئيسة دي المهمة. ايوه بس هذا الليفل 11 ما يحتاج او ما نقدر ان نتعقبهم الحين. بدت الريحة تتحول وتكون من الأمام سنوصل فقط للهذا الرأس ساحل فوق الكوانجان. Nice and slow, Captain. Once we drop off the heads, the DMC will fall over us. Let's get ready. طبعاً التعليمات البدائية في اللعبة إنك تشوف كل السفن اللي حولك لأنك بعض الأحيان تشوف لوت مرة مفيد ومهم بالنسبة لي على هذه المرحلة يعني من اللعبة. جرامبي كوانج. ذا
The heads are delivered along with Rama's message. Let's get out now. الحين بخرج. We need to hand these into the Dutch merchants. Like fighting into square, finding chili buggy. Both sides try to outsmart each other. But we are the ones with cannons on our ass. Let's get out of here, Captain. كلهم يهجموا علي. لا. وصل لهم رسالة و... يساعدوني ما رحهم إذا يساعدوني ولا هذا الأداة بعد الحصن بيهجم علي بس دريم ناخذ مسافة جيم عرفت إنه بيهجم علي الحصن بس مشكلة الحين قدام الحصن لازم أروح أخذ الموارد كان المفروض اني الف من جهة ثانية من جهة بعيدة بس نسيت انه كانوا ليفل اوكي راح الليفل وانتد ليفل بس ما اعرف اذا بيهجموا علي الحين اول ما يشوفوني المفروض يعني حاجة حلوة في اللعبة لو هجموا علي ذاكرتهم ما بقدر اخذ مواردي قلت انا بدافع واسوي الهيل مرة هو اصلا طلقة واحدة وانا اوريدي طايح بيخلص مواردنا بالطريقة ما اقدر استغنى عنهن نهدي نعبي الهل تعالوا شوفونا أول ما شوفوني يعني الذاكرة حلوة أعرف بس مو أسوي يعني كنت قريب كنت قريب المفروض من الضربة الأولى كنت شليت أغراضي بس ما أعرف اللعبة وش تريد تسوي فيه أهم شيء إني شليت كل اللوب اللي طاح مني وأقرب فاست ترافل أنا سويت فاست ترافل ولا ما في أنا أعرف ضربة واحدة ضربة ثانية أنا ما يجيب في أعداد هذا الأولى هل تعلمين هل أي هذا قراصنة هل تهجم علي؟ ليش تهجم علي؟
ليش الحمرين يهجموا علي؟ اوكي فهمنا الهولنديين ليش يهجموا علي بس الحمرين انا وش قرصان طيب والله قرصان طيب هم يهجموا علي ليش؟ أقدر أنزل هنا الكهف ما أقدر سفينة السماء حصلنا على موادنا ونقدر نتغادر Need something from our warehouse. Our wares may be of use to you. إصلاح إذا الشحنة شوف إيش الحاجات اللي ما منها فائدة الحين معنا. راح أفضي كل المخزن من الأشياء للبيع بأي سعر. ايش صار؟ كنت محدد هذا وش المهمة؟ ما حددنا مهمة أول شيء نحدد مهمة وبعدين نسافر وين موقع ما ظهر لي اي شيء ما ظهر لي اي شيء للمهمة هذه عليك التواري عن الأنظار في هذه الفترة قبل العودة بمعلومات إلى رحمة فبنسافر لرحمة ونشوف أوكي مغلق الفاست ترافل